عسلامة ومرحبا بكم في الفيديو الجديد متاع أوريندا جونيور انتربريز. وليه ما نصدقش صاحبي تقبلت في الخدمة؟ مش نورمال شوية تقبلت في الخدمة؟ واش معناتها ما عادش نمشي نعدي انترتيان تو فازيت؟ كيفاش باش نعمل؟ يا ربي كيفاش باش نعمل؟ حقا مش فما كوريندا دوكم يفهمونا في البروفيسيونيل وفازيت؟ تا نمشي نسألهم. راه ثقة برك بينهم. جو جو هاو باش يفسروني. Comme 5 tips sera lieu comme tardio un entretien extraordinaire. Abd Allah, قبل ما يمشي يعدي الانتروتيان مشي طلع على عائلته الكل عمل قيمة مع ولاد الحومة ومشي قبل المدام وهذه الكل من غير لا يهمه في الوقت. دونك من غير ما نستغربوا كي ريكروتور ما يقبلوش. انا ننصحكم باش تمشيو قبل بربع ساعة من الانتروتيان، هذا اللي يخليكم قبل كل شيء تحضروا روحكم مونتالمون، حتى كي يصير اي امبريفيو تلقاو روحكم حاضرين، وتنحيو برشا ستريس وتخليو اون بون ايماج على روحكم. مرة هذي عبد الله مشي في الوقت، اما مازالت حاجة اخرى لازم نصلحها، واللي هي الحوايج. قبل كل انتروتيان لازم تلبس بالكدا تكون اون دوتر مو بريزونتابل لبسه بروفيسيونيل تخليك تعمل فيرست امبريشن باهية برشا. مرة هذي عبد الله وصل في الوقت ولبس بالكدا اما مازالت فما غلطة اخرى واللي هي يمشي يقعد طول في الكرسي من غير الريكروتور يعطيه البيرميسيون بار ريسبي و بار كورتوازي تستنى البيرميسيون تاع الريكروتور انك تقعد. بعد ما يعطيك البيرميسيون انك تقعد لازمك تقعد فاصون محترمة تغزر له في عينيه وظهرك مستوي من غير لا تغزر له حيوط لا تكلم في البورتابل لا تبدا ديزانتيريسي لا شيء. لازم تغزر له في عينيه تقعد توري روحك لي انت انتيريسي على الاخر وتحكي بكل ثقة في النفس. صريح والله انا صاحبوش راني معناتها نفهمها في كل شيء فهمت. خدمت قبل في مارشي تحويت فهمنا فوتوشوب وحولي ديفلوبر فول ساك فيسبوك. سيب عليكم منها وسيب عليكم من حمد سطور ما تعملوش كيما عبد الله. دونك اسمي مهدي حميمي جي 20 سنة. مهدي حميمي يحكي بكل صراحة وبكل ثقة في النفس في قدراته مع الريكروتور. جي في بارتي دو موفمون تاع جونيور انتربريز اللي في تونس وفي الكلوب تاع ليزام اللي هو اسمه اوريندا. كانكم قبل شاركتوا في في اسوساتيف احكيو عليها. كان خدم دي بروجي اون فريلانس ولا زيد خدم دي بروجي وحدك كيف كيف؟ نجم تحكي عليها. فوتوغراف خدم شويه كوميرسيال وخدم زيد كريتور دو كونتي كل مره نحاول نشوف دومين معناتها نتعلم منه حاجات وكل. كان في وسط الانتروتيان سألوك على حاجة ما تعرفهاش دو بريفيرونس تقول الحق. الحقيقة ديفلوبمون ويب معناتها قاعد نتعلم توا في معناتها في قرايتي قاعد نتعلم الكل اما جوست مازلت مانيش اكسلون فيه معناتها ديما نحاول نتعلم دي لونجاج جدد ونتعلم دي ميثود جدد وكل اما مازلت كلي مانيش بارفي برشا فيها الحكاية. وهكا تتقبل وتكون عندي تونتروتيان ياسر محلاه. وهذه باش تكون اوريندا تيبس لليوم. ميرسي اللي تبعتونا للاخر وان شاء الله تكونوا استفدتوا منها.